تعالوا بقى ندخل مع حضراتكم على اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي. لاعبات النادي الاهلي دايما الحقيقه متالقات في كل البطولات الدوليه. الخبر اللي معانا عن تتويج مريم الهضيبي لاعبه النادي الاهلي لتنس الطاوله ببطوله افريقيا للسيدات المقامه في دوله الكاميرون. يعني حققت هذا النصر على حساب هانا جوده لاعبه النادي الاهلي ايضا بنتيجه 4-3، وحولت مريم الهضيبي تاخرها في نتيجه الاشواط من 3-1 لصالح هانا جوده لفوز بنتيجه 4-3. يعني الحقيقه بناتنا متالقات في البطوله بشكل كبير جدا جدا جدا. طبعا هارد لك لهانا جوده، وبرضه نرجع ونقول البطوله في الاخر في بيتها، ما خرجتش من النادي الاهلي، راحت لمريم الهضيبي. يعني كان نهائي مصري اهلاوي باقتدار. طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي كان حريص على تهنئه لاعبتي الفريق الاول لتنس الطاوله مريم الهضيبي وهانا جوده، وده طبعا بعد ما فازوا بالمركزين الاول والثاني في البطوله الافريقيه لتنس الطاوله، واشاد بالجهد الكبير وبالاداء المتميز لتنس طاولة النادي الأهلي بشكل عام والروح العالية وإصرار لاعبات النادي على تحقيق هذا اللقب الإفريقي. وأشار إن إقامة نهائي إفريقي بين أبناء النادي الأهلي ده في حد ذاته بيعكس التفوق الواضح لقطاع تنس الطاولة في النادي. طبعا ده كمان أمر بيدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة، وده قدر كل المنتمين للنادي الأهلي رياضيا. حلو جدا، وأكيد يعني هنقول هارد لك لهنا، بس هنا برضو لسه بطلة صغيرة جدا وهي عندها مستقبل واعد وهي شاطرة جدا طبعا. وبتلعب وهي عندها 4 سنين، وكانت طبعا يعني ضيفتنا في أول حلقة السنة اللي فاتت لعشرة الصبح في الأهلي، وأنا أعتقد أنا يعني العديد من الناس متخيلين لها ومتوقعين لها مستقبل باهر إن شاء الله. وزي ما انت قلت في الاول وفي الاخر هي بطوله يعني في بيتها اهلاويه، فما فيش مشكله ان شاء الله برضو يبقى دايما كده، وده اللي احنا عايزينه. اللي احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر احنا عايزين البطولات بتاعتنا تبقى داخل النادي بتاعنا.